الليدر. كان سؤال من الأخ الكريم من فرنسا حول الحادثة الهامة التي وقعت لسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، ويقول حاتم المؤمنين أن هنا التوقف أو النقطة قد وضعت في مكان خاطئ، إذ هنا النقطة وضعت عن طريق القارئ أو الشخص الذي كان يقرأ القرآن الكريم وليس عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أنه صلى الله عليه وسلم لم يضع نقطة هناك. ويقول حاتم المؤمنين إذا نظرنا إلى هذه الآية بهذا الشكل ونضع النقطة في هذا المكان الأول، وهي لقد همت به وهنا نضع نقطة، ثم القصة الثانية وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فهكذا يقول حاتم المؤمنين ستصبح هذه الآية واضحة للجميع. فالقصة الأول لقد همت به، أي أنها قد أصرت على تلك البيولات الخبيثة التي كانت فيها، لكن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى مفهوم معنى هذه الجملة الأولى، إذ لم يرى برهان ربه، أي أن هو الآخر بعد أن رأى برهان ربه، لذلك هو الآخر لن يهم بها ولن يهتم بهذه الأمور. Now this mistake, whether it is done by a Qari or by the translators or interpreters, has led to some extremely objectionable interpretation of the Quran of this verse. Unbelievably objectionable. You read the old classical commentaries of the Quran and you come across this in some. That Hazrat Yusuf alayhi salatu wasalam was determined to go all the way. And God showed him the repeated signs. Even his own father appeared before him so that he will feel shy of doing such a bad thing in presence of his father. But nothing doing. He went head on with all the determination. Until God sent Hazrat Jibreel alayhi salatu wasalam, and he struck him with his wing, and with that he was left not able to do anything. That is the Ismat of Yusuf alayhi salatu wasalam, according to these people. He is chosen as a model by God. What a model, if this is what his behavior is. What about ordinary people? Why should they fall prey to such temptations, if Yusuf himself could not resist it, and God had to take such measures repeatedly, one after the other. I can't develop this, but I know, it is when I read that, I started perspiring. It was impossible for me to believe that people have gone to that length, trying to translate the Quran, based on the stories they had inherited from the Jews and other people. يقول حضرة أمير المؤمنين أن هذا الخطأ الذي أدى إلى المفسرين أدى بهم إلى تقديم تفاسير تناقض النصوص القرآنية الصريحة بهذا الخصوص. يقول حضرة المؤمنين أننا نقرأ في بعض التفاسير مثلا أن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام قد أصر على فعلته تلك، وهكذا بالرغم من أن والده قد حضر في ذلك المكان وطلب منه أن يتوقف عن هذه الأمور، ولكنه لم يتوقف عنها إلى أن حضر سيدنا جبرائيل عليه الصلاة والسلام وضربه على يده الابن على ما أظن في أحد أجنحته، وهكذا بعدها قد توقف. يقول حضرة من المؤمنين هذه صحيح حضرة من المؤمنين، ويقول حسب تفسيرهم أن بعد أن ضربه الملك الكريم بجناحه قد أصبح غير قادر على القيام بأي شيء. وهكذا يقول حتى المؤمنين انظروا عصمة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وكيف يعرضونها، ونحن نعوذ بالله من ذلك. يقول حتى المؤمنين أن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام كان ذلك النموذج للعفة والشرافة، وانظروا كيف يلطخون ذلك النموذج. ويقول حتى المؤمنين أنني لما أقرأ بعض هذه التفاسير قد تتصبب جبيني عرقا وأحس بأمور كثيرة لا أستطيع أن أعبر عنها.